بمناسبة إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية أقيمت جلسة حوارية حول تفاصيل وأهداف ومبادرات البرنامج الذي يعد أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 والذي ينقل مفهوم المنافسة العالمية من حيز الحلم إلى حيز التنفيذ. جلسة حوارية تحمل عنوانا هو الأبرز: مواطن منافس عالميا لبرنامج تنمية القدرات البشرية، ويعد أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 والذي ينقل مفهوم المنافسة العالمية من حيز الحلم إلى حيز التنفيذ. عقدت الجلسة بمشاركة عدد من أصحاب المعالي للحديث عن استراتيجية شاملة لتنمية القدرات البشرية، انطلاقا من مرحلة رياض الأطفال، مرورا بمرحلة التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، وصولا إلى مرحلة الدخول لسوق العمل وحتى مرحلة ما بعد التقاعد، والتي يشارك في تنفيذها الكثير من الجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي عبر تنفيذ 89 مبادرة. ركز أصحاب المعالي في الجلسة على استهداف البرنامج في دخول جامعتين ضمن أفضل 100 جامعة عالميا بحلول 2030 حسب ما ذكره سمو ولي العهد عند انطلاقة البرنامج، وهذا يأتي من خلال تقييم معدلات التوظيف لبرامج التعليم العالي ومراجعة التخصصات الدراسية وتطوير الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني والمهني وشركات البحث والابتكار. وتأتي الخطط المستقبلية لبرنامج تنمية القدرات البشرية لتهيئة أبناء وبنات الوطن للوظائف المستقبلية في مختلف القطاعات الواعدة، ومنها الصناعة والتعدين، وذلك من خلال تزويدهم بأحدث المعارف والمهارات العالية التي تتناسب مع نوعية الوظائف. وينضم إلينا من جدة المختص في الموارد البشرية هشام السليماني. مساء الخير أستاذ هشام، أهلا بك معنا في عين الخامسة. بداية أستاذ هشام، يعني برنامج تنمية القدرات البشرية تضمن أهداف كثيرة، كيف رأيت ذلك بداية؟ تفضل. أول شيء أهلا وسهلا فيكم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحب أول شيء أهنئ سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين بمناسبة اليوم الوطني، وأهنئ الشعب السعودي بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا. بالنسبة لبرنامج تنمية القدرات، طبعا هذه أحد برامج الرؤية المستهدفة في 2030 والتي يطمح فيها الوطن والمواطن لأن تكون المملكة هي الرائدة ما بين دول العالم في مجال الكادر البشري. عراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الأمير الطموح الذي يواجه شتى الصعوبات في مراحل شتى من تنفيذ هذه الرؤية ومن تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تعد من أفضل الاستراتيجيات على مستوى العالم، من ناحية التطور الكمي، من ناحية التطور النوعي، من ناحية التطور البشري والاقتصادي بالتبعية. كانت أفضل أو أحد إجاباته بدون أي تردد في أحد الأسئلة ما هو الناتج القومي الموجود في المملكة العربية السعودية، تحدث وقال بكل بساطة هو الكادر البشري. فالمبادرة هذه لا شك أنها تسهم في نتاج متقدم يصب في مصلحة الوطن والمواطن. نعم نعم. طيب أستاذ هشام، يعني ستركز الحكومة على تطوير المهارة أكثر من المعرفة والعلوم لتخريج أجيال تحتاجها بالتأكيد أسواق العمل الجديدة والمتطورة. سؤالي هنا أستاذ هشام، يعني هل الجامعات جاهزة برأيك بمخرجاتها؟ لا شك أنه كل رؤية وكل خطة تجد أمامها العديد من العوائق والعديد من التحديات التي تسبق وتلحق لكل رؤية. لا شك أنه جامعاتنا الحمد لله رب العالمين فيها الخير والبركة، ولكن تحتاج إلى تطوير مثل ما تكلموا أصحاب المعالي أمس، أنه تحتاج تطور نوعي، تحتاج تطور كمي من ناحية التطوير، من ناحية تأهيل الشباب للقطاع الخاص وتأهيلهم للتوظيف في شتى المجالات سواء الحكومية أو القطاع الخاص. نعم نعم. ما هو دور القطاع الخاص الآن في التصميم والتخطيط والإشراف على هذه البرامج التدريبية؟
لا شك أن القطاع الخاص هو أحد أعمدة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، واحد اثنين أحد مستهدفات تطوير اليد العاملة في المملكة العربية السعودية. لا شك أن نحن من أحد توجهات المملكة أو أحد خطوات 2030 أنه يجد الشاب السعودي أو المواطن السعودي التنافسية العالية في الأسواق العالمية، في أسواق الاقتصاد العالمية والتجارة العالمية. لا شك أنه القطاع الخاص هو أحد روافد هذا التوجه، ولا شك أنه القطاع الخاص له دور ريادي. نتمنى من الشركات، ما أبغى أقول الكبيرة ولكن أبغى أركز على المتوسطة والصغيرة، أنه يكون لها إسهام ولو كان غير مباشر في تطوير المواطن. نعم. لماذا يعني حددت المتوسطة والصغيرة وليست الشركات الكبرى أستاذ هشام؟ الشركات الكبرى في بكل بساطة يعني نتكلم نحن مثلا عن مؤسسات الدولة مثل أرامكو ومثل الخطوط السعودية ومثل سابق، ما شاء الله تبارك الله عليهم، سبقوا أجيال في الموضوع هذا، وفي التدريب التقني وفي التدريب المهني وفي التعليم والتطوير بالنسبة لموظفينهم. الآن وصلت لمراحل متقدمة بالنسبة لسابق، بالنسبة لأرامكو صاروا يستقطبوا من المرحلة الثانوية الطلبة ويبتعثوهم ويخصصوهم في التخصصات الواجب توفرها عندهم كاستشراف للواقع. نعم. وللمستقبل. الشركات الكبيرة لا شك مثل شركة عجلان قبل شوية يوم تكلمت عنهم، شركات كبيرة جدا ولهم هدف استراتيجي، لهم خطط موضوعة من قبل مجالسهم الإدارية، فأعتقد أنها راح يكون لها نتاج لا شك في ذلك. نعم، أبقى معي أستاذ هشام، ولكن التركيز هو على القطاع أو نعم. نعم، أبقى معي أستاذ هشام، نتابع وياك التركيز على نتابع وياك برنامج تنمية القدرات البشرية أثره ومبادرته، ونعود إليك لأجل هذه النقطة الأخيرة. أعود إلى ضيف المختص في الموارد البشرية هشام السليماني من جدة. أهلا بك من جديد أستاذ هشام. لو تكمل ما ذكرته قبل ما نذهب إلى هذا الفاصل، تفضل. أقول أنه بالنسبة للقطاع الخاص، بالنسبة لشريحة المنشآت المتوسطة والصغيرة، يجب أن يكون لها إسهام ولو كان غير مباشر في تطوير الكادر السعودي للاستفادة منه كقطاع خاص وللاستفادة منه كوطن. الاستثمار لا شك أنه في الكادر البشري لا شك أنه يفيدنا ويفيد الأجيال حتى المستقبلية للمملكة العربية السعودية. نعم، كان معنا من جد المختص في الموارد البشرية هشام سليماني، شكرا جزيلا لك أستاذ هشام على التوضيح على هذا التفصيل.